بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله تعالى في الفيديو ده هنتكلم عن مراجعة اللي قبل كده، على الفيديوهات اللي قبل كده. هنتكلم عن التايبس اوف نيرال نتوركس، هنتكلم عن التايبس اوف اكتيفيشن فانكشن، هتكلم برضو عن التايبس اللي موجودة في الجريدينت ديسنت. يعني فيديو بسيط، هو مجرد بس ريفيجن عن الحاجات اللي قلناها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. أتمنى بإذن الله تعالى يبقى فيديو فيد، ولا تنسونا مصالح الدعاء بتاعكم بإذن الله تعالى. احنا بنكمل بالدعاء بتاع حضراتكم وبالتوفيق بإذن الله. يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة زي ما احنا شايفين هنا الـ mostly completed chart of neural networks، هنا يعني بيمثل الـ types of neural networks اللي موجودة. طبعا احنا الـ mostly common used اللي هي deep feed forward، اللي هي fully connected، متكونة الـ deep neural network متكونة من fully connected layers. بعد كده نيجي مثلا لو احنا استخدمنا دي بداية الظهور بتاعة البريسبتور، يعني أبس أصلا النيرال نتوركس بداية الظهور بتاعها كان عبارة عن البريسبتور. بعد كده تطور لحد ما وصل الديب فيد فورورد اللي هو الديب نيرال نتورك اللي احنا بنسميه ديب ليرنينج. بعد كده طبعا الفاريشن اللي حصل ان احنا بقينا في لايرز جديدة ريسيرشر عملوها زي الـ RNN، وزي الـ variation المختلفة من الـ RNN زي الـ LSTM والـ GRU. فهنا مثلا دي شكل الـ layer بتاعت الـ fully connected، هنا شكل الـ layer مثلا. طبعا ده تمثيل، يعني ده عبارة عن تمثيل. الـ RNN بيقول إن الـ RNN برضه بترجع نفسها تاني، بيبقى فيه output لنفسها تاني، زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات إن الـ RNN بتطلع تو output، output للـ layer اللي بعديها، output بتغذي نفسها بالمعلومات اللي في الـ layer اللي قبل كده. فبيطلع منها تو اوتبوت، بيطلع منها تغذية للمعلومات وبيطلع منها اوتبوت لاير اللي بعديها. برضه ما ننساش في فاريشن مختلفة في الار ان ان زي الاس تي ام، اضافت عليها اللي هي الميموري اللي موجودة. وبرضه في تايبس تاني اللي هو جي ار يو، اللي هي الريسيت جيت والفورجيت جيت اللي موجودة في الجي ار يو. فهو يعني اشكال بيمثلها في السلايد ده، مثلا المثلث معناه الريسيت جيت، وهنا الجيتس المختلفه اللي موجوده في الستيب. ما ننساش برضو احنا خدنا الجانز، فالجانز بتمثل في الفاريشنال اوتو انكودر بالمنظر ده. فزي ما قلنا في الجانز في تو بلوكس مهمين جدا اوعى ننساهم، اللي هم الديسكريمينيتيف والجنريتيف، اوعى ننساهم. ده اللي قايم بيه فكرة الـ variational autoencoder. برضو خدنا الـ autoencoder في الفيديو اللي فات. هنا عامل comparison between الـ activation function من ناحية الـ sensitivity والـ specificity. فتعال نشوف يعني ايه sensitivity ويعني ايه specificity. زي ما احنا شايفين الصورة دي بتمثل معنى السنسيتيفيتي، هو بيقيس مدى الترو بوزيتيف اللي موجود معايا في البريدكشنز. يعني ايه ترو بوزيتيف؟ يعني زي ما احنا شايفين هنا الموديل بتاعي يتوقع 1 2 3 4 5، 5 بوزيتيف من اصل كام بوزيتيف؟ من اصل 1 2 3 4 5 6 7، ونزود عليهم الخمسة يبقوا 12. فهتبقى السنسيتيفيتي هنا بتقول 5 على 12. فهو بيقيس مقدار الترو بوزيتيف اللي موجود معايا في البوزيتيف predictions، في البوزيتيف بريدكشن. انا بس بيقيس البوزيتيف بريدكشن. نيجي هنا في السبيسيفيتي بيقيس النيجاتيف بريدكشنز، فهتعد هنا 3 على اللي موجودين عندك. هو هنا عامل ترو نيجاتيف اللي هم اللي بالابيض، فهنعد اللي بالابيض 1 2 3 4 5 6 7. فهنا 7 على نجمع 7 زائد 3 اللي موجودة معانا، فهيدينا 10. فنرجع تاني، فزي ما قلنا السنسيتيفيتي هنا بتقيس مقدار ترو بوزيتيف اللي موجود معايا في الدات سيت، والسبيسيفيتي او السبيسيفيتي بتقيس معايا مقدار ترو نيجاتيف. هنا كومباريزون بتوين الاكتيفيشن فانكشن المختلفه. عايز اذكركم ان الموست كومنلي يوزد اللي هي الرولو فانكشن والسيجمويد والتان اتش، دول موست كومن يوزد معانا في الديب ليرنينج ابلكيشن. هنا بيتكلم عن الجريدينت ديسنت والتايبس اوف جريدينت ديسنت. زي ما احنا شايفين طبعا اول حاجه اللي هي ستوكستيك جريدينت ديسنت، بعد كده روت مين سكوير ايرور، بعد كده هنلاقي فاريشن مختلفة من الآدم
وبرضو في الادا جارد، الادا دلتا دي اكستنشن اوف الادا جارد سيكس تو ريديوس اجريسيف مونتيكلي ديكريزنج ليرنينج ريت. الادا دلتا هو بيضيف بارامتر زياده عن الادا جريد. طبعا الادا جريد الجوريزم مشهور جدا في الاوبتمايزيشن اسمه ادابتيف جريدد الجوريزم، وايضا الادم الادابتيف مومنت استيميشن، وبيقول ان هو keeps separately learning rates for each weight as well as exponentially decreasing average of previous gradient. باختصار شديد المين ديفرنس بتاع الاوبتمايزيشن الجوريزم اللي احنا قلناها قبل في السلايد اللي فات هو ازاي هما بيتعاملوا مع الليرنينج ريت. هل هما بيقسموا يعني في المعادله بتاعت الماثماتكس هل هما بيقسموه بيضربوه في رقم، فكلهم بيتمثلوا هاو زي تريت او هاو زي تريت زي ليرنينج ريت. فطبعا كلهم بيفرقوا، يعني الفرق بينهم كلهم عباره عن بارامتر زياده او علامه اوبريشن زياده في الجمع والطرح وهكذا. نيجي طبعا احنا مش بندخل ديبلي في الماثماتكس، يعني احنا الفيديوز بتاعتنا مش بندخل ديبلي في الماثماتكس، بس لو حضراتكم عايزين ان احنا نخش ديبلي في الماثماتكس ما عنديش اي مشكله. زي ما قلنا الديفرنت بينهم انهم ازاي يقدروا تريد ذا ليرنينج ريت، ومهم برضو ان انا اعرف كيب سبريت ليرنينج ريت فور، يعني اعرف يعني بس اقرا كل جريدينت او كل اوبتمايزيشن الجوريزم بحيث ابقى اعرف بس ايه ان ده ادا ماكس هو فاريشن من الادم الجوريزم، والادا دلتا هو فاريشن من الادا جريد وهكذا. مهم اعرف المعلومات دي. نيجي لجزء هو هنا بيمثل سيتا ويتس از جيتنج تشين كول تو ذا جريدنت اوف ذا لوس الفا از ذا ليرنينج جريد. هنا معلم ان الالفا دي الليرنينج جريد. الليرنينج جريد ده يا شباب الليرنينج جريد ده عبارة عن مقدار التعلم. لو انا عملته كبير فهو التريننج بتاعي هيبقى سريع، تريننج هيبقى سريع، فهو بيفرق في التايم، بيفرق في التايم، بس الاكيوريسي بتاعتي مش هتبقى قد كده، مش هيبقى اتعلم كويس. التريننج يبقى سريع وخلص بسرعه، بس الاكيوريسي بتاعتي هاخد اكيوريسي مش كويسه. لكن لو خليته بطيء هاخد اكيوريسي يعني ولا بطيء، لو خليته رقم صغير جدا مثلا من 1000 مثلا او من 10000 فده المعقول، يعني ده اصلا الديفولت نمبر هو، لو انا عملته من 100 فده الديفولت نمبر. فده يعني بيقول لحد ما ان هو بيتعلم كويس، وبس هو طبعا بياخد تايم اكتر من انا مثلا لو عملتها واحد من 10 او عملتها واحد، عملت واحد. فده معنى الكونفرجنس از فيري سلو، لما بعمل الرقم ده قليل فيري سمول زي كده، لكن لو عملته ان ذا اذر هاند لارج فاي هيحصل دايفرج، مش هيحصل تقارب، يعني ايه مش هيحصل كونفرجنس او هيحصل دايفيرس، مع ان هو هيميل عن الهدف الاصلي او هيبقى فيه اندر فيتنج، يعني هنا مش هيقدر حتى يستنتج المعلومات معلومات يقدر يعمل بيها بريدكشن. ده امتى؟ لو انا خليت الليرنينج ريت برقم كبير. هنا بيمثل برضو الدايفيرس والكونفرجنس، فهنا زي ما اشوف هو عمل زجزاج، يعني الاوبتمايزيشن الجوريزم هو مثلا هنا عمل زجزاج فضاف قيمه كده اسمها المومنتم. المومنتم دي بتساعد ان تبقى الحركه بتاعه التشينج بتاع الويت تبقى سموث بالمنظر ده. بس فهو ده اللي عايزك تعرفه، ان الحركه لو ما انا ضفت المومنتم يعني القيمه اللي زادت اللي هي المومنتم فالحركه بقت سموث. برضو عامل كومباريزون هنا في الاستاذ زي ما احنا شايفين بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. زي ما قلنا السنسيتيفيتي هي مقدار الترو بوزيتيف معايا في الدات سيت، والسبيسيفيتي مقدار الترو نيجاتيف معايا في الدات سيت. فهو بس بيمسك ايه النيجاتيف ترو نيجاتيف، وهنا بيمسك الترو بوزيتيف. السمر اللي احنا قلناه فنقدر نقول الاوبتيميزيشن الجوريزم بلايز ان امبورتنت رول ان لونج ديب ليرنينج سيستم والستوكاستيك جريدنت سيت اند سبيشالي ادم ار بوبولار ابروش. ادم في الاوبتيميزيشن الجوريزم مشهور جدا، وبيستخدم كمان الفاريشن بتاعته اللي هي زي المومنتم اللي بتتضاف في الاوبتمايزيشن الجوريزم، فالفاريشن المختلفه من ادم بتستخدم بشكل كبير. اتمنى باذن الله تعالى يبقى فيديو مفيد لحضراتكم استفدتوا منه، وهو فيديو بسيط بس مراجعه للفيديوهات اللي قبل كده. بالتوفيق، لا تنسونا مصطلح الدعاء بتاعكم، احنا بنكمل بفضل الدعاء بتاعكم. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.